DJ Army Production. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن أبدأ بالحديث عن البطولة، أنا أشكر الإعلام وأشكر فراس سبورت، أشكر كابتن جليل وأشكر كابتن نهاد السفاح على حضورهم الملعب ودعوتهم ولبوا الدعوة، وإحنا نشكرهم جزيل الشكر. وإحنا كرياضيين بغداد جيدة نطمح إلى المباريات الحلوة وبحضوركم أنتم الإعلاميين الجيدين. ممكن تحدث لنا عن نوعية هذه البطولة؟ نوعية هذه البطولة تكونت من 20 فريق، 20 فريق منتخبات بغداد والضواحل بعدها، فهم 20 فريق. تكونت البطولة 20 فريق، طلعوا 10 فرق وبقوا 10، طلعوا 5 بقوا 5، 3 بقوا، 1 صعد نهائي واثنين لعبوا بيناتهم، صارت عندنا المباراة. أخوة الحضور، بطولة بصراحة ممتازة، بطولة الرواد اللي بالمنطقة ارتأوا الجماعة بعد ما منقول نسيان أو مر عليهم الزمن طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء أولا أرحب بكم كل الترحيب في منطقة بغداد جيدة وهي منطقتكم إن شاء الله. إن شاء الله هذه البطولة هي بطولة المنتخبات للرواد. الحقيقة نشكر منظمي البطولة كابتن وليد ناعم والكابتن كريم الديكي وكل من ساهم في هذه البطولة. حقيقة هذه البطولة احنا جمعناها واردناها في سبيل نمتع الناس اللي قدموا للكرة وخاصة في منطقة بغداد جيدة، واشكرهم شكر جزيل وارحب بكم كل الترحيب، واشكر الكباتن كابتن نهاد وكابتن فراس وكابتن حضرتك، واشكر الكابتن كريم الديكي والكابتن وليد ناعم، واشكر كل الحضور اللي حضر هذه المباراة، وان شاء الله تكون الختامية متعة كرة القدم. انتم كابتن جليل، كابتن عريب اللامي، طبعا انا اتصلت به امبارح في وقت متأخر ويقول ما اعرف، يمكن كابتن وليد عاشق وما جاي يرد عليه. كابتن نهاد السفاح، السؤال من قناة السفاح الرياضية، يقول شنو اللي عنده كان مع الكابتن وليد ناعم في منتصف الليل؟ بالبداية كابتن نهاد من قدمت له دعوة قال كسع وقال لي عد ظرف وعد ظرف، قلت له ماكو هذا قرار، تقول لي إيه انت موجود، تقول لي لا اعذرني الله وياك، وهو شنو هو الفطور وما شاء الله اكل الاكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور الرياض الكريم، الآن مع فقرة توقعات الجماهير لنهاية بطولة المنتخبات المقامة في ملعب الكابتن وليد ناعم. نبدأ بتوقع الأول، حجينا العزيز توقعاتك لهذه القمة الكروية. توقعاتي فريق المدينة فريق عريق معروف، وأتوقع الفوز اليوم. نعم كابتن، اليوم الفوز أتوقع 3-0. أحسن، شكرا لحضورك. توقعاتك حجينا العزيز؟ أتوقع فريق بغداد جيدة يفوزون بضربات جزاء. بغداد التعادل واحد كل وتنتهي بالجزاء. ان شاء الله بغداد جيده، فريق تكتيكي ممتاز وطبق ما يحتاجه من المدرب ماله ان شاء الله. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله بغداد جيده 2-0. توقعاتك كابتن العزيز؟ 2-0 بغداد جديده ان شاء الله. توقعاتك حجينا العزيز؟ بغداد جيده 1-0. توقعاتك يا حبيبي؟ والله مباراه صعبه هي بصراحه، فريق قويه. نتيجه؟ يعني ان شاء الله الفوز بغداد جيده. عاطفي لو فني؟ والله لا ان شاء الله فني، بس هم فريق قوي اكيد. توقعاتك؟ بغداد جديده 2-1. توقعاتك حبيبي؟ بغداد جديده ان شاء الله. ايضا جمهور الرياض الكريم، معنا الكابتن الكبير ومدرب فريق الطليعه الكابتن سالم. طبعا حضور مميز لك، لك بصمه واضحه
هذا ما أشار إليه المنظمين. كلمة لهذا النهائي الكبير. وسهلا بك كابتن نهاد. أتوقع النتيجة إحنا كيف البغدادية تفوز؟ أسمع هذا النتيجة يجوز المدينة تفوز. أيضا تم اختيارك محلل لهذه المباراة أنت والكابتن عامر قصاي. إن شاء الله بين الشوطين مع الكابتن جليل التميمي. إن شاء الله تدلل حبيبي. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله بغدادية تفوز. توقعاتك كابتن العزيز؟ والله إن شاء الله إن شاء الله بغدادية. أيضا جمهور الرياض الكريم معي النائب الأول لرئيس لجنة القرغولية الكابتن عامر قصاي. كابتن توقعاتك لهذه القمة الكروية؟ والله يا ما متوقع. انا بالنسبه للفريق الاحمر لعبنا ضدهم يعني عندهم نفس طويل حتى يعني كنا متقدمين عليهم 2-0 وتعادلونا باخر دقائق نفسهم طويل. بس الابيض انا ما شايف مستواهم بس اللعبه تقول انه مستوى واحد وصعب يعني قد توصل اللعبه ام الهدف الواحد. ان شاء الله راح تكون محلل انت والكابتن سالم بين الشوطين. توقعات ان شاء الله الفوز الفريقين. والله ما اعرفهم والله ما اعرفهم. جمهور الرياض الكريم يقول اتمنى الفوز للفريقين. شلون يفوزون فريقين؟ لعبوا جزاء. لعبوا جزاء ان شاء الله. ياسين ترى كتبت توقعات الفوز لفريق بغداد جديده. ما قال بغداد جديده ان شاء الله. النتيجه ان شاء الله 2-1. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله بغداديه بس الاحمر يغلب اربعه. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للاحمر. الواحد للاحمر. ايضا راح ناخذ اللقاء الاخير. كابتن شو اسمك؟ مصطفى جاسم. مصطفى جاسم من اهل بغداد جديده. انت اكيد متابع البطوله وتعرف الفريقين. بغداد جديده يغلبونا. يغلبونا في الصدر. شنو اللي استندت عليه؟ لا لعبهم حلو. احسن. اذا جمهور الرياض الكريم اغلب التوقعات تشير بفوز بغداد الجديده. الان سوف تكون كلمه الكابتن جليل التميمي بين الشوطين، كلمه تحليليه مع الكابتن عامر قصاي والكابتن ابو مهند المعلقان مع الكابتن علي رئيس رابطه مشجعي نادي الشرطه الرياضي في منطقه بغداديه. كابتن علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نبارك لكم على الفوز اليوم. اشكرك كابتن. حبيبي كابتن، رايك وتوقعك لهذه المباراه الجميله اليوم؟ والله مباراه حلوه. اشكر وليد ناعم واشكر الكابتن كريم الديك على النظام والترتيب، واشكر الحضور واشكر قناتكم الشريفه واشكر كابتن سفاح ترى مشجعي الشرطه على راسي بس احنا زورايين حبيبي. التوفيق حبيبي. شكرا كابتن. كابتن توقعك لهذه المباراه؟ والله 2-1 جماعتنا منطقه النعيريه ان شاء الله. النعيريه ان شاء الله 2-1 منطقه النعيريه ان شاء الله الفوز لمنطقتنا منطقه النعيم. بس ضاغطين عليكم جماعه؟ لا ما ضاغطين. شنو مسويكم فيلم؟ هاي قولوا علينا هاي بشهاده. مبروك اثنيناتهم حبايب، اللي يفوز ما يخالف، هي بطولة ودية للمدينة. يعني هذا جول؟ اي جول؟ لكم لو عليكم؟ لا علينا بس سويت 3-2. يلا والله ان شاء الله المتعة وان شاء الله فوز بغداد جديدة. نتيجة؟ نتيجة 2-1 لمن؟ بغداد جديدة اكيد ان شاء الله. توقعك كابتن؟ والله ان شاء الله بغداد جديدة. هسه من اللي قول؟ المدينة. المدينة؟ اي ما يخالف. شلون بغداد جديدة؟ ما يخالف. واذا شنو يعني؟ يغلبوكم؟ لا ما يخالف. شكرا كابتن. كابتن ان شاء الله منتخب بغداد جديده يا اخي خسران بغداد جديده شنو؟ لا ان شاء الله يغلب بس يعدل. شايلين هدف ان شاء الله هسه يعدل النتيجه. يعدلون 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 ان شاء الله. يعدلون ضغط عليكم وش عليكم؟ لا لا هم ضاغطين. يعني شنو؟ لا زيني ان شاء الله. شو تتوقعها؟ ان شاء الله انه بغداد جديده. توفيق حبيب. كابتن توقعك لهذه المباراه؟ تقريبا 3-1 المنج للاحمر. الاحمر يعني المدينه؟ لا المدينه. ليش انتم بغداد جديده؟ اي مش مشجعهم؟ يلا 2-1 بغداد جديدة. بغداد جديدة كزورائي؟ لا لا شرطة. لا شنو هالزورة؟ السورة. السلام عليكم كابتن، شلونك؟ صحتك امورك؟ توقعك لهذه المباراة؟ ان شاء الله 5. المن 5؟ بغداد جديدة؟ يا اخي خسرانين بغداد جديدة. يلا التوفيق ان شاء الله. حبيبي توقعك؟ يفوزون. المن؟ بغداد جديدة. بغداد جديدة؟ خسرانين؟ يلا كابتن توقعك هذه المباراة؟ ان شاء الله ان شاء الله البغداد جديدة. مخسرين بغداد جديدة؟ بعد وقت. توقعك حبيبي؟ ان شاء الله ان شاء الله بغداد جديدة. انت شبيه الميمي وعلى الكابتن نهاد، يشبه الميمي صاحبكم. ان شاء الله. يا حبيبي. حبيبي. توقعك ان شاء الله ان شاء الله بغداد جديدة. بغداد جديدة؟ بس خسرانين بغداد جديدة يا اخي. الله ان شاء الله. 2-1 المدينة. 2-1 بغداد جديدة؟ 3-1 للمدينة. 3-1 المدينة؟ 2-1 لبغداد جديدة. 2-1 بغداد جديدة توقعك؟ 4-1 لبغداد جديدة. 4-1 هم خسرانين؟
جزاءات ان شاء الله مويه حامد. يعني تعادلون. توقع كابتن جمهور الرياض الكريم مشاهدي متابعي قناه السفاح الرياضيه، ينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب رواد مدينه الصدر بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخب بغداد. الان بالاستوديو التحليل الكابتن عامر قصاي نائب لجنه القرغوليه، والكابتن سالم ابو مهند الماجدي مدرب فريق الطليعه. كابتن اهلا وسهلا بكم ونرحب بكم اجمل ترحيب بقناتنا. اولا بالبدايه ابارك لك على هذا النجاح، طبعا الدائرة إعلامية ناجحة. انا بالمناسبة مشتاق لك. الله يبارك فيك. من الله بصراحة ابارك لكم، وما شاء الله تخطيتوا الحدود وعبرتوا هواي قنوات عليها. الله يبارك فيك. انا اشكرك، قل اسالني وانا اجاوب. نعم اكيد، انت شاهدت المباراة قمة كروية هنا في ملعب الكابتن وليد ناعم، حضور جماهير غفير يعني حضر هذه المباراة، وشاهدت الاداء الفني للفريقين. اريد كلمة تحليلية للكابتن عامر قصاي. والله بالنسبة للجمهور ما شاء الله جمهور راقي، وبطولة ناجحة ومسك الختام بإعلامها. طبعا احنا شاركنا بهذه البطولة فريق رواد الكرغولية بقيادة الكابتن أبو مهند، لعبنا ضد الفريق المدينة وحرجناهم 2-0 لحد آخر دقائق، بس فريق المدينة إلى نفس أطول من فريق بغداد جديدة. أنا فريق بغداد جديدة هذا شفت له لعبة عنده بالخطوط الخلفية، عنده انفتاح يقدرون يستغلون، وتوقعاتي للمباراة الأحمر. الأداء التكتيكي يعني الفريق بغداد الجديدة وفريق مدينة الصدر، يعني كيف شاهدت الأداء؟ والله الأداء تقريبا بغداد الجديدة ظهروا نوعا ما، بس أكو فارق بالأداء وسيطرة اللعب باللعبة. نعم كابتن، أيضا انتقل الكابتن سالم. كابتن أكيد مباراة كبيرة قمة كروية، حضور شخصيات من منطقة بغداد الجديدة، هذا الحضور الجماهيري، كلمة التحليلية الكابتن. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية احنا نشكرك حضورك منطقتنا. انا احتفل بغداد جديدة منطقتي الثانية بعد الكرغولية. اولا نشكرك حضوركم انت والكابتن جليل والكابتن فراس. اما بالنسبة للمباراة، المباراة تقريبا متكافة شوطين، يعني هجمة بهجمة، بس كانت افضلية للاحمر المدينة فنيا، افضل للاحمر المدينة، واتوقع زيادة الاهداف للمدينة. نعم ايضا ناخذ كلمه الختام، يعني اريد فقره تحليليه يعني تثقيفيه بخصوص هذا الموضوع حتى نستغل هاي لقاءاتنا باستثمار ونستفاد من هذا. طبعا احنا اكيد دائما انتم تعرفون احنا نعاني من مشاكل كثيره، ابرز هذه المشاكل هو الاعتراض على الحكام. يعني من وجهه نظرك كيف معالجه هذه الفقره؟ يعني والله ما يعني بصراحه غير صعب معالجتها، بس مرور الوقت يعني شو تسوي يعني الامر على مستوى حكام التحايدين يتجاوزون عليهم. يتجاوزون، هاي ثقافه لاعب. نعم. ثقافه لاعب هي مرض مستشري بصراحه. يعني الفرق واصله معروفه، المفروض على مستوى اللجان، على مستوى اللجان عقوبات. نعم. توجه اولا عقوبات، ثاني توجه ارشادات انه يا خلص تغاضى عن الحكم مهما يكون هو جزء من اللعبه. احسنت. خلينا نشوف كابتن سالم. كابتن شو تقول بهذا الموضوع؟ الموضوع هذا يم المدرب الفريق. نعم. هو يعني يوصل وعيبه. نعم. ثاني العقوبات مالت اللجنه هي تكون صارمه على مود اللاعب. طبعا احنا الوقت يداهمنا والحكم جاي يشهر انطلاق المباراه. اذا جمهور الرياض الكريم في الختام نتقدم بشكر جزيل للكابتن عامر قصاي والكابتن سالم ابو مهند الماجدي. الان انتقاله وزميل فراس سبورت ومشاهده الشوط الثاني. ما زلنا مستمرين بتوقعات الجماهير الرياضيه. كابتن السلام عليكم، توقعاتكم لهذه المباراه بين المدينه وبغداد؟ والله مباراة كلش جميلة وجاي نشاهدها، والفريق الأحمر كلش حلوين وفريقين يعني حلوين، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين. لمن تتمنى التوفيق؟ للفريقين أكيد. طبعا نتمنى التوفيق للفريقين. المدينة هي احنا نريد أهل يفوز. المدينة بيتي الثاني، يعني أنا ما أقول لك بغداد جديدة. بغداد جديدة هسه فريقك؟ أكيد. بس خسران؟ ما يخالف. ما راح يرجع. بعدها استوفدت اللعبة هو. كابتن توقعك المباراة، توقع دبلوماسي. إن شاء الله توفيق بغداد جديدة. ان شاء الله. خسرانين يا اخي. يا يخالف يعوضون ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. كابتن نهاد يقول توفيق لبغداد جديده. نتيجه المباراه؟ والله الحمد لله. قد؟ اربعه. اربعه لمن؟ للمدينه. في حمل الله والتوفيق ان شاء الله للكبار لنفسه.
الشوط الخاص لحدثات الابداع والمصورين والقائمين على هذا الكرنفال الجميل. لا ننسى الاخ الكبير في ليله المباراه تحت الشوط الخاص للجمهور الوفي الذي اتى وشاهد هذه المباراه الكلاسيكيه بحضوركم لما كانت المباراه الجميله في امان الله تعالى. DJ Arman Uluç.